اوكي يا شباب، موضوع اليوم هو اول موضوع عندنا اسمه at the mall، يعني في المول، في اللغه الانجليزيه في المول. يحكي لنا عن موضوع قواعدي وصف الاماكن. هذا الموضوع اسمه وصف الاماكن. زين، وصف الاماكن بطريقتين نبدي بيهم طريقه طريقه. حاليا الطريقه الاولى اللي هي there، وthere بمعنى هناك، يعني قصده شلون نقول هناك مثلا سوبر ماركت، او هناك مكتب استعلامات، او هناك محل ملابس. وصف اماكن جاي يوصف هناك محلات، شلون اقولها باللغه الانجليزيه؟ عندي طرق. فقلنا الطريقه الاولى هي طريقه الذير، انه نقول هناك. شي يريد مني انه اقول ذير، وبعد الذير اجيب از او اجيب ار، يعني اما ذير از واما ذير ار. هسا انتم كطلاب فاهمين الاساسيات، الاز والار ايش تعتبرونهم؟ افعال مساعده. الاز والار يعتبر فعل مساعد. فجاي يقول لي ذير از او ذير ار. زين، هل انا بكيفي اختار الذير از او اختار الذير ار؟ اكيد لا. بناء على شنو؟ بناء على اسم المكان اللي انا جاي اوصفه. هل هو اسم مكان مفرد لو اسم مكان جمع؟ زين، فهذا الاسم، هذا الاسم لازم اعرفه هو مكان مفرد لو جمع. ليش؟ لانه المفرد ايش ياخذ؟ ياخذ از، والجمع ايش ياخذ؟ ياخذ ار. فانا لازم اعرف انه الاز للمفرد والار للجمع. هاي معلومه نعرفها من الخامس ابتدائي. عندنا مشكله بيها شباب؟ حلو. اذا الاز مع المفرد والار مع الجمع، بس عندي دلائل للمفرد ودلائل للجمع. زين، شو يقول لك؟ يقول لك نستخدم از مع منو؟ مع الاسماء المفرد التي لا تنتهي بإس. يعني انت من تريد تعرفوا اسم مفرد حتى تستخدم له از او ار، استخدم له از او ار، تعتمد على منو؟ على الاسم. وين يكون الاسم؟ بنهايه الجمله. تيجي تشوف لي اذا هو ما ينتهي بإس ايش تعتبره؟ مفرد. زين، واذا ينتهي بإس ايش اعتبره؟ جمع. زين، اذا ينتهي بإس صار استخدم له از لو ار. يعني لو فرضا هنا جاني اسم ينتهي بإس، ايش استخدم له؟ از لو ار؟ الار، لان الاز مع المفرد والار مع الجمع. المفرد شلون اميزه؟ شلون اميز المفرد؟ لا ينتهي بإس. حلو. والجمع شلون اميزه؟ حلو. هذا القاعده الماشيه. بهذا الموضوع بثالث متوسط عندكم اكو فد نقطه جديده، يعني مو جديده هي بس حتى اقول لك عليها انها جديده عليك. حتى تميز المفرد مو بس الاس، لا، يقول لك قبل المفرد موجود عندك لو آ لو أن. يعني هذا دليل آخر، يعني إذا ما عرفتوا من الإس تعرفوا من الأول أن إنه هذا الاسم منه مفرد. شلون عرفت استا؟ لأنه قبله أو أن. فيقول لك الأول أن تأتي قبل الأسماء المفردة فقط. يعني أنت من تشوف أو أن أعرف إنه هذا مفرد، وإن الاختيار الصح هو إز. وصلت الفكرة؟ الأول أن دليل منه، دليل للمفرد. زين، والاسم الجمع ايضا له دلائل. مثل ما الاول ان كان دليل للمفرد، الاسم الجمع عدا الاس اكو دليل اخر بثالث متوسط بهذا الموضوع. يقول لك lots of تعتبر دليل للجمع، وسام تعتبر دليل للجمع، وحتى كلمه a lot of، a lot of انا ما كاتبها هنا، هم تعتبر دليل للجمع. فهذول الثلاث كلمات من تشوفهم معناها الاسم اللي بعدهم شو يكون لازم؟ لازم يكون اسم جمع. اما اذا شفنا الاول ان، لا، الاسم اللي بعدهم لازم شو يكون؟ يكون مفرد. فهسه صار عندنا قاعده كامله مفهومه بكل تفاصيلها ما عدا كم نقطه هسه راح نشرح. هاي الحاله اللي راح اشرحها قلت لك، هاي الحاله نسميها حاله الاثبات. يعني شنو الاثبات؟ يعني اعطاء الخبر. يعني انا جاي اقول لك اعطاء الخبر، يعني شنو؟ جاي انطيك خبر، جاي اقول لك هناك مكتب، هناك مدرسه، جاي انطيك خبر. زين، هذا اعطاء الخبر نسميه حاله الاثبات. شو تريد؟ يقول لك there is، بعد ال is تجيب إما أ وإما أن. جاي يقول لك إما أ وإما أن، يعني مو بكيفك. الأول أن من نستخدمهم مو بكيفنا نستخدم الأول أن. لعد، تعال نشوف. هي قاعدة. يقول لك الأ تريد بعدها شنو من حرف؟ صحيح. والأن تريد بعدها شنو من حرف؟ علة. فأنت كطالب من تشوف الكلمة اللي بعد الأول أن، إذا أول حرف صحيح، أول حرف صحيح ايش تستخدم؟ تستخدم الآ. وإذا أول حرف علة ايش تستخدم؟
تستخدم الآن. يعني هسه إذا نجي على مثال هذا الاختيار، يقول لي ألو أن، ألو أن، أول حرف صحيح لو علة؟ صحيح. إذا شو أستخدم؟ راح أستخدم الآ. جيد؟ راح أستخدم الآ على هذا الأساس. وهنا أنا من شفت الآن بدون ما أكمل، ما بدك تشوف التفاصيل اللي ورا القوس، اترك لي إياها. أنا من شفت الآ الآن العفو أستخدم إز لو آر، لأنه الأول أن دائما مع من؟ مع المفرد، مع المفرد صح؟ فالأول أن دليل على أنه الكلمة مفرد. للمعلومة أنا عندي خطأ، هاي الآن دا أكتبها شنو؟ information. ليش؟ لأنه الآن شو تريد؟ حرف شنو من حرف؟ صح لو لا؟ information. هاي خطأ إملائي بالملزمة، اليوم يتعدل إن شاء الله. سوري information desk. فلأنه أنا عندي كلمة أن باوع، لأنه أنا عندي كلمة أن لازم آخر أول حرف شي يكون؟ يكون حرف علة. تمام لحد الآن؟ زين. هسا عرفنا شو كنت نستخدم الإز، وعرفنا شو كنت نستخدم الآر، عرفنا شو كنت نستخدم الأول الآن حسب حروف العلة والحروف الصحيحة. بقالي منو؟ بقالي إنه lots of والسم والألات of، هل بكيفي لو أكو فت شغلة تخليني أنجبر أستخدمهم؟ الحلو بيهم إنه أي واحد منهم صح. يعني إذا جتك جملة تريد تستخدم lots of أو السم أو الألات of كلهم صح، ما عدا مشكلة. فجاء يقول لك هين سم ولتس اوف قبل الاسماء الجمع فقط، الجمع فقط في حاله الاثبات. اكو هنا فد معلومه، بس بحاله الاثبات عندي سم ولت اوف. هسه راح تشوفونه، نشوف مثال على موضوعنا ونتعلم. عندي ذير، بعد الذير لازم شي يكون؟ لو از لو ار. هذا سوبر ماركت مفرد لو جمع؟ مفرد. زين، والدليل الاخر انه مفرد منه الآ، إذن لازم أستخدم إز. عندي دليل المفرد آن حرف علة information desk، إذا لازم منه إز. زين، من قلت there آر، شوف شوف شنو يجي، أجي أو آن موجود؟ ما موجود أو آن. من جبت الآر تحولت من الأول آن إلى إما سم وإما lots of أو a lot of. والدليل الثاني على إنه الكلمة جمع منه الإس، فإذا الآر مع الجمع والإز مع المفرد. شوف هاي R، إذا سم وبالأخير منه S. فعلى هذا الأساس أنا إيش صار عندي؟ صار عندي جملة كاملة. هسا هاي الجملة أي سؤال يجيب لي بيها أو يختبرني بيها أنا أعرف أختار. يعني إذا جاب لي إز و R راح أعرف أختار من المفرد والجمع. إذا جاب لي أو أن راح أختار من الحرف الصحيح وحرف العلة. زين، إذا بالعكس جاب لي الاختيارات بالأخير، يعني مثلا هو كاتب لي there is، باوع لي على هذا المثال there is، هنا كاتب لي a shop، a shop لو shops، برأيك ياهو الصح؟ a shops. ليش shops عندك is؟ shop. صح لو لا؟ ال is جي تريد؟ المفرد. ياهو المفرد. ال a shop لو shops؟ shop. ال a shop. صح لو لا؟ لا. هاي خلصنا منها. زين، إذا أريد أحول الجملة هاي المثبتة إلى نفي، شو اسمه النفي بالإنجليزي يا شباب؟ not. النفي بالإنجليزي من يطلب مني نفي شو يقول لي؟ negative. negative. negative معناها نفي. يعني أنا إذا كتبت لك جملة وبين قوسين كتبت لك كلمة negative، يعني يا همام حول هاي الجملة إلى نفي. زين، شنو قاعدة النفي المشهورة؟ منو يعرفها؟ نضع نوت بعد الفعل المساعد. من الفعل المساعد؟ الإز أو الآر. الإز أو الآر. شو خلي بعدهم؟ نوت. نوت. شوف مأشر لك بالسهم، قايل لك إنه الذير، الذير إز راح يصير ذير إز نوت أو إزنت، تقدر تختصر هيك إزنت طبيعي جدا، أو ذير أرنت يصير تختصر. فالفكرة حتى تحول الجملة من إثبات إلى نفي شو تجيب؟ تجيب كلمة نوت، هاي الطبيعية. بس عندي ملاحظة صغيرة، يقول لك بحالة الجمع، بس ركز لي بحالة الجمع فقط. احنا مو عندنا قبل شوية بالجمع ايش عندنا؟ عندنا السم والألات أوف، مو واللتس أوف، ذولي هذول بحالة الجمع. بالنفي يتحولون، يقول لك عند نفي الجمع السم والألات أوف ايش تصبح؟ تصبح كلمة أني معناها أيو.
يعني شلون أيو؟ هو مو قايل لي هناك بعض النباتات من أريد فيها؟ أقول له ليس هناك أي نباتات، ليس هناك أي. فبالنفي أسركز وياك يعني. ليش أنا قبل شوية قلت لك السم والألت أوف قبل الأسماء الجمع في حالة الإثبات، أما بحالة النفي شو تصير؟ صير أني. فخلي ببالك هذا الكلام، إنه هسه راح أجيب لك جملة من تريد تحولها إلى نفي، من تريد تحولها إلى نفي خلي لها الإز والآر حط لهم نوت، هاي الطبيعي. بس إذا لقيت سم أو ألت أوف أو لتس أوف حولها من سم إلى منو؟ إلى أني. من ألت أوف إلى أني، من لتس أوف إلى أني. شو تلقي واحدة من دلائل الجمع؟ حولها إلى كلمة أني بالنفي وبالاستفهام أيضا. فإذا الجملة طبيعية ما عندنا مشكلة، الإز نفس مكانها، الآر نفس مكانها، بس إنه بدال السم والألت أوف خلينا أني، والإز والآر شو نخلي بعدهم؟ نضع نوت بعد الفعل المساعد. هي هاي القاعدة مال النفي، قاعدة النفي ايش كاتب لك هاني؟ هي أن نضع نوت بعد الفعل المساعد، هاي ثابتة منا إلى سادس إعدادي. قاعدة النفي نضع نوت بعد الفعل المساعد، يعني أنت تجي للجملة، هاي جملة باو علي عليها، وين الفعل المساعد بهاي الجملة قبل لا تنفي؟ وين الفعل المساعد؟ الإز الفعل المساعد. أنا حافظ الأفعال المساعدة من الدرس اللي راح، الإز هو الفعل المساعد. إيش طالب منك بين قوسين؟ كاتب لك نيجاتيف. شنو يعني نيجاتيف؟ يعني نفي. يعني شو أسوي؟ يعني هاي الجملة أنفيها. أوكي خلنا أنفيها. الذير تنزل، الإز تنزل، بعد الإز شنو أجيب؟ نوت. هي هاي الجديدة. الآ تنزل، السوبر ماركت تنزل. هاي لأنها مفرد ما صار بيها تغيير. بس باوعلي على هاي الجملة الثانية. There are some plants. There are some plants. زين بيش حال اشرحها سواني. الذير تنزل. الار فعل مساعد ينزل واضيف له not. السم شنو اتفقنا نسوي له شباب؟ نحولها الى اني. فهناك بعض النباتات صارت ليست هناك اي نباتات، ونزل الجملة طبيعي. تمام؟ لحد الان تمام. اذا بالنفي خلي ببالك النفي شنو دليله؟ دليله كلمة not. من اشوف كلمة not معناها انا الجملة مالتي منفية. حاليا هذه منفية لو مثبتة؟ منفية. بما انه بها كلمة not يعني منفية. زين السؤال، اختيارات سم لو اني برأيكم؟ اني. السبب؟ لأنه منفية مو بس لأنه جمع، لأنه جمع منفي. السم هم مع الجمع بس جمع مثبت. صح لو لا؟ يعني هسه هذا اذا اشيل النوت هسه يا الاختيار الصح سم. هسه من خليت النوت اني هو الصح. افتهمنا هاي النقطه؟ نعم. زين نتحول على منو؟ احنا كل زمن باللغه الانجليزيه او كل موضوع باثبات ونفي ومنو واستفهام. عفيه سؤال اثبات ونفي وسؤال. زين نجي للسؤال. السؤال شو اسمه بالانجليزي؟ لازم نحفظ question. question يعني حول الجملة إلى سؤال. فهم يكتب لك بنهاية الجملة حولها إلى سؤال. زين شنو القاعدة؟ القاعدة اللي إحنا راح نعتمد عليها لتحويل الجملة إلى سؤال. بالنفي شو اتفقنا؟ نضع نوت بعد الفعل المساعد، صح؟ هاي النفي. بالسؤال يقول لك نحول الفعل المساعد قبل الفاعل وبين قوسين كاتب لك بداية الجملة. الفعل المساعد منه؟ الإز والآر. شو راح أسوي لهم؟ راح أشيلهم هذا برجع الجملة الطبيعية. هذا الإز راح أحوله وين؟ قبل الفاعل أو بداية الجملة. هذا الآر راح أحوله وين؟ قبل الفاعل وبداية الجملة. زين هاي الفكرة لحد الآن تمام؟ أيضا عندي شغلة خليها ببالي، أنه في حالة النفي والاستفهام السم والألت أوف شو يصيرون؟ يصيرون أني. يعني بالحالتين، بس بالإثبات موجودة السم والألت أوف واللتس أوف. بس بالإثبات موجودة السم والألت أوف واللتس أوف. أما بالنفي وبالاستفهام شو يصير؟ يصيرون أني. جود هما. إذن باوع للإز وين جت؟ صار بيها؟ جت بالبداية. نزلت الإز، بعدها نزلت الذير. الأول أن ثابتة ما عندي مشكلة، اسم مفرد ما عندي مشكلة به. بالأخير شنو إجي؟ علامة استفهام. وتفيدنا وين؟ تفيدنا بالتنقيط. إذا الجملة بدأت بإز لازم بالأخير شنو أخلي؟ أمس. إذا الجملة بدأت بآر أيضا لازم بالأخير علامة استفهام. لحد الآن أنا فاهم شلون أحول الجملة إلى سؤال. زين الآر
خلي ببالك ما زال اكو ار وسؤال علامه استفهام، الار بالبدايه وعلامه استفهام، اذا شكو اكو اني، لان ما يصير لو الار هنا ترجع سم، صح ولا لا؟ يعني صارت مثبته، يعني هسه انا هي مو ار ذير، هي هيك، هي مو ار ذير. لو فرضا انا جيت وشلت الار خليته هنا، ايش صار عندك؟ صارت مثبته، هيك سؤال، هيك سؤال، وهيك مثبت. فاذا سؤال اني واذا مثبت سم، سم او الوت اوف او لوتس اوف، شوف شنو السؤال. زين هسه نشوف شلون يكون السؤال عندنا بالانجليزي. هذا وزاري 2019 دور اول، يقول لك there is an escalator in the mall question. شنو معنى question؟ سؤال. يريدني احول الجمله الى سؤال. اوكي وياك. اباوع ادور للفعل المساعد، وينه؟ ادور للإز، اشيل هذا الإز واخليه قبل الذير. شوف شلت الإز، باوع شلت الإز وخليته وين؟ قبل الذير. هي كانت ذير إز، انا سويتها إز ذير. زين الآن تنزل، اسكليتر تنزل، ان تنزل، ذا تنزل، مول تنزل، شنو الجديد؟ علامة الاستفهام تكون بالنهاية. جود. فإذا على هذا الأساس انه اني القاعدة شو تقول؟ نحول الفعل المساعد قبل الفاعل، ولا تنسى منه وعلامة الاستفهام، خليها ببالك، تفيدنا بالتنقيط وتفيدنا بالقواعد. زين شوف لي المثال الثاني، جاء على شكل اختيارات بس ما أريد أكمل الجملة. هاي الجملة سؤال لو إثبات؟ ليش سؤال؟ شلون عرفت؟ لأن الجملة من تبدي فعل مساعد أوتوماتيكيا هي سؤال. زين سؤال، بما أنه هي بادية فعل مساعد وعرفناها أنه هي سؤال، اروح لك على الاختيارات بدون ما اشوفك الجمله. يا هو الاختيار الصح اني، ليش اني؟ لانه الاني تيجي مع الجمع، الار جمع، احنا شفنا ار، صح لو لا؟ نعم. اي احنا شفنا ار وعرفناها لانه بالبدايه عرفناه جمع وعرفناه سؤال. فالاني تيجي مع المثبت لو مع النفي لو مع السؤال، تيجي مع منه؟ مع المثبت تيجي، ما تيجي، تيجي فقط مع السؤال والنفي، فراح اختار اني. فلأن الجملة سؤال اختارت لها أني، أما الألت أوف واللتس أوف مع المثبت فقط. إذا ما قدرت تعرف من الآر مثلا لسبب ما نسيت، أعرف منين؟ أعرف من علامة الاستفهام، من علامة الاستفهام أميز أنه هاي الجملة سؤال. فصار عندك شنو؟ ثلاث جمل. الجملة الأولى شو تقول؟ الجملة الأولى مثبتة، والجملة الثانية منفية، والجملة الثالثة سؤال. راح نكتب مثال. هذا المثال شريد منكم شباب، اريد منكم تحولوا لي هاي الجمل اللي راح اكتبها، جمله واحده او جملتين راح اكتبها، تحول لي اياها وتحلها بالدفتر مالك وترسل لي اياها بنهايه المحاضره. There is a sweet shop. There is a sweet shop. هاي الجمله اريدها مره نفي ومره استفهام. اوكي هاي الجمله اريدها مره نفي ومرة استفهام. الجملة الثانية there are some shops. There are some shops. أيضا هاي الجملة أريدها مرة نفي ومرة استفهام. اختيار أخير أو موضوع أخير راح أقول لك there is allo an. اللي تعرف الأول أن شو وقت تختارهم. allo an for example shop. زين بس هذول الثلاث جمل خذوا لها سكرين. تم تمام. تمام هاي الجمل اريدها باعتبار اختبار للموضوع السابق اللي احنا اخذناه. زين عندنا نوع ثاني، احنا مو قلنا طريقتين بالوصف الاماكن، عندنا نوع ثاني اسمه it has. اسمه it has. it has. هاي it has يا شباب معناها يوجد، يعني شلون هناك؟ هي المرة قلت يوجد، يوجد هناك، ما راح يتغير عندنا شيء. ليش؟ لأنه الجمل تقريبا راح تبقى نفسها، بس إنه بدال الذير إز بحالة الإثبات، إحنا ممكن نقول ذير إز وذير آر، هنا راح نقول إت هاز. والحلو بيها إنه الإت هاز ترهم للمفرد وللجمع، يعني ما حاجة أقول إت هاز للمفرد وإت هاف، لا ماكو هيك شيء، هاي للمفرد والمنو وللجمع الاثنيناتهم. يعني سواء كان الاسم مفرد او كان الاسم جمع ما يهمك عادي.
منين تميز انه مفرد وجمع؟ ايش رجعنا على منو؟ الاول ان نفس، وانه المفرد ما بي اس، والسم واللوتس اوف، وانه الجمع بي اس. هذول نفس الفكره، ما تغير عندنا شيء. وبالنفي ايضا يصير اني باوع، بالنفي شيء يصيرون؟ يصيرون اني، وبالسؤال ايضا يصيرون اني. يعني ما تغير عندك شيء، بس الاتهاز نفيها راح يختلف. راح تقول لي شلون يختلف استاذ؟ النفي بالاتهاز، الهاز هنا ما اجت فعل مساعد، احنا نعرف انه هي فعل مساعد، بس هنا اجت فعل رئيسي. زين اذا جاءت فعل رئيسي يعني ما عندي فعل مساعد صح؟ نعم. اذا ما عندي فعل مساعد شلون في الجمله؟ منو يعرف؟ حولها الى دوزنت. جود، فيري جود، عشت ايدك. جود هما. اذا انه انا لازم اعرف، هسه ناخذ مثال وبعدين نروح للنفي. ات هاز، ترهم للمفرد وللجمع، اجى وراها ا بيج كار بارك. اذا شنو؟ هناك منو؟ موقف سيارات كبير. جاي اوصف هناك او يوجد موقف سيارات كبير. هاي بالمفرد. بالجمع it has lots of، الكثير من clothes shops. هاي بحاله الاثبات. زين بالنفي باوع لي، اريدك تحفظ حفظ انه it has نفيها it doesn't have. باوع لي ايش صار؟ احنا ما عندنا فعل مساعد، فلازم نجيب من عندنا فعل مساعد. ايش جبنا؟ جبنا كلمة does. اوكي صار عندنا فعل مساعد. زين هسه نضع نوت بعد الفعل المساعد اللي هي doesn't. فصارت it doesn't. من تضيف it doesn't اتذكر انه الفعل يرجع مجرد. حلو. يعني شنو يرجع مجرد؟ يعني الهاف المجرد مال منو؟ مال الهاز. ها راح ترجع لنا بالوحدة الثانية وعليها سؤال وزاري. وزاري ركزوا وياي. يعني فاذا الهاز من احولها الى نفي تصير doesn't have. doesn't have. زين الاول ان تبقى، بس السم والالت اوف شو تصير بالنفي؟ انت ما زال نفيت واكو نوت بالموضوع، يعني اني بالموضوع خلط بالك. اسم مفرد يبقى، اسم جمع يبقى. نشوف هاي الجمله. كاتب لي it has a big car park. الجمله هاي الاولى نفسها شو يريدها مني هالمره؟ كاتب لي نيجاتيف. الات تنزل، بس الهاز تنزل؟ لا. الات هاز شو تصير بالنفي يا شباب؟ ات دزنت هاف. ات دزنت هاف. اوكي الات تنزل، البيك تنزل، الكار تنزل، بارك تنزل، طبيعي جدا ما عندي مشكله. نشوف من الجمله الثانيه. ات هاز لوتس اوف، الكثير من منو؟ كلوذس شوبس، جمع. انت من شفت لوتس اوف او من شفت اس اعرف انه منو؟ انه جمع ونيجاتيف. اذا اخلي ببالي انه اللتس اوف ايش راح يصير بيها؟ ما زالنا في، تتحول الى اني، فاقول it doesn't have. نفس النفي بالمفرد وبالجمع، النفي واحد it doesn't have اني clothes shops ونقطه. فاذا اللتس اوف تحولت الى اني. السبب، السبب انه اني لازم اعرف انه من اشوف اللتس اوف بالنفي تتحول الى اني، بالاثبات تتحول الى اني بالنفي دائما. تمام لحد الان؟ تمام. زين سؤال وحلو هذا السؤال كلش. it doesn't المفروض منو يجي وياها؟ هاف لو هاز. حلو دير بالك منها، هاي جايه على سؤال وزاري. تدرون انه هذا الموضوع السنه هاي، هذا الموضوع هذا كله على نفس الموضوع. السنه هاي، هاي السنه وزاري 24 دور اول خمس درجات اجى علي، هذا نفس التمرين. هسه راح نحله ان شاء الله. زين؟ فاذا it doesn't ايش تاخذ؟ have. ليش؟ لانه doesn't اتفقنا انه وراها يجي have مو has. لان قلت لك من تجي doesn't يرجع الفعل مجرد. زين؟ هنا it doesn't، اسالك سؤال، it doesn't ايش بيها؟ بيها نوت مختصره. زين؟ هنا هذا حكينا بيها. هنا الاختيار اني، خطا املائي. ياهو تختارون؟ الاني. ليش؟ لان الجمله منفيه. لان الجمله منفيه والسم والالت اوف ما يوجدون فقط في حاله الاثبات. يعني بالنفي وبالاستفهام دائما اني. بالنفي وبالاستفهام دائما اني، بس شرط يكون جمع. بلانتس تريز. جمع. يعني هسه لو فرضا، لو فرضا هاي الاس ما موجوده دحين. هاي الاس ما موجوده. والاختيارات ا آه لو اني، ايش تختارون؟ ا
آه لأنه جاء الكلمة مفرد، بس لأنه جمع لا الآن هي الصح. خلي بالك هذا الكلام، ترى كلام مهم، إنه المفرد أو أن والجمع إما سمو الله أو بالإثبات أو أني بالنفي والاستفهام. زين بحالة السؤال أيضا ما عندنا فعل مساعد، هي كانت كانت جملتنا إتهاز. زين تعال نسويها إلى سؤال، ما عندي فعل مساعد لازم أجيب من عندي، وإحنا اتفقنا إن اللي يرهم للهاز هو الدز، فأجيب دز بالبداية، فالإتهاز تتحول بالسؤال إلى منو؟ دز إتهاف، دز إتهاف، هم رجعنا الهاز إلى منو؟ إلى هاف، رجعناها لأصلها. وين ما أجت الدز يرجع الفعل إلى أصلي، حتى لو كان place مثلاً، أجتنا هاي الكلمة place، أوكي؟ مثلاً he plays، قلت لك سويها نفي، تقول he doesn't play تحذف الاس، سويها سؤال does he play تحذف الاس، فوين ما أجت الدز تحذف الاس، وين ما أجت الدز تحذف الاس. لحد الآن تمام؟ تمام. إذا does it have هو منه؟ هو السؤال مال it has، لأن راح أجيب لك جمل وأريدها منك question وأريدها منك negative. خلي ببالك الأول الآن تبقى، بس الاس سمو الألات أوف شو تصير؟ تصير أني. ليش؟ لأنه سؤال، وإحنا قلنا بس بالإثبات موجودين، والأخير علامة استفهام ما ننساها. نشوف السؤال it has a big supermarket question، هالمرة ما كاتب لي negative، كاتب لي question، فايش راح أسوي؟ does it have، does it have a supermarket، وبالأخير علامة استفهام. does it have a supermarket سويها سؤال من أحكيها، يكون اللفظ مالي يتغير، يعني أنت اسمك همام، إذا كتبت همام طبيعي راح تقرأ همام، بس إذا حطيت علامة استفهام شنو معناها؟ همام هي جايزة، همام هيك علامة الاستفهام تخليك تغير اللفظ مالك. زين it has lots of، أنت مش شفت lots of جمع clothes shops، شي يريدها؟ يريدها question. شو راح أسوي؟ الدز بالبداية، الات تنزل، الهاز تصير هاف، الالات اوف شو تصير؟ والله تصير ما زالوا جمع، راح يصير اني وسؤال. هذا موضوع منه وصف الاماكن بالطريقتين. نجي لمنه؟ نجي لهذا التمرين، نجي لهذا التمرين. هذا التمرين يا شباب شلون اقدر اجاوب عليه انا؟ من يقدر يجاوبنا على هذا التمرين؟ اول نقطه شو تريد برايك؟ ياهو الصح الهاي الكلمات كلها، يعني توصيل، هذا تعرفون قصدي شلون نوصله؟ يعني مثلا هنا نشرح اكتب انا يا رقم، رقم واحد لو رقم اثنين لو رقم ثلاث لو رقم اربعه، يا هو الصح برايكم الات من يرهم للات بكل هذول اللي قدامك؟ ثاني وحده لان احنا ما شفنا ات هاف، شفنا ات هاف؟ لا. زين شفنا ات اني؟ لا. ات اسكليتر مباشره ما ترم، ات لتس اوف، ات هاز قاعده كامله اسمها ات هاز، فاذا ثاني وحده. زين ثالث واحدة يقول لي there is an، الآن شو يريد ورايا ولد؟ يريد شنو من حرف؟ حرف إلا وينه؟ رابع واحدة وبعد؟ وثالث واحدة بعد وسادسة. زين ياها الصح برأيكم؟ رابع ليش؟ سادسا هي بيها آن، يصير أجيبها آني؟ آن بآن ما ترهم. زين الآن ليش خطأ؟ عشت إيدك، الآن تريد مفرد والإز تريد مفرد، وهذه كارث جمع والآن جمع، فإذا الرابعة هي الصح. good very good، الرابعة هي الصح. زين الثالثة أو السي كاتب لي there isn't، isn't نفي لو مثبت؟ نفي. يلا شناخذ؟ خلص لكم سؤال قبل لا تكملوا. there isn't يصير استخدم any cars، الاني مع النفي صح لو لا؟ نعم مع النفي. لا. بس ليش ما يصير؟ لانه جمع. عافيه، لانه الاز مفرد والاني مع منو قلنا؟ الاني مع الجمع فقط، اذا ما تصير. حلو زين يصير اقول there isn't have، خلينا نشوف الهاف مع منو شفناها احنا؟ مع منو؟ ويجمع. لا شباب الهاف مع المفرد والجمع، بس مع منو؟ بقاعدة الـ it 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 has، يعني لو it doesn't لو does it صح لو لا؟ نعم. ما ترهم مع there is، هاي قاعدة بوحدة، أصلا موضوع ثاني. نعم. خير إن شاء الله.
نشوف النقطة رقم ثلاث، قلنا isn't بما أنه مفرد، منه مفرد من هذول؟ هذه مفرد بس مع الإتهاز، هذه مفرد بس مع الإتهاز، هذه جمع مترهم، هذه مفرد بس أخذناها لمنه وأخذناها للآن مو؟ هذه جمع ما تفيدني، بقت هاي مفرد باعتبار بها آن، فإذا أختار السادسة. زين there are منو يرهم لها؟ lots of plans خمسة. زين lots of plans لأنه جمع صح؟ ولأنه مثبت، الآر مثبت مو نفي ما بها نوت، ولا يجوز كان استخدمت الأني صح لو لا؟ نعم أي، فإذا الخامسة. زين الإي there aren't ثلاثة، ليش؟ لأنه من جت النوت أوتوماتيكيا تحولت إلى منو؟ إلى أني، فإذا راح أكتب ثالثا. بقت لي الـ it doesn't. الـ it doesn't قبل شوية جبت لكم يا اختيارات، الـ it doesn't قبل شوية جبت لكم يا اختيارات، شو يريد وراها؟ الـ have. فإذا it doesn't have a swimming pool، فنختار رقم واحد. هذا التمرين خلص. إذا هذا الموضوع عندنا مشكلة بيه شباب؟ لست. تم؟ نرجع على سبق، عندك مشكلة سبق؟ سبق عندك مشكلة بالموضوع لو أنت أصلاً ما موجودة؟ ما موجودة سبق. إذن انتهى هذا الموضوع، إن شاء الله الدرس الجاي راح ناخذ الموضوع الثاني اللي هو قصة مول جواهر. موضوع ثاني اسمه قصة مول جواهر بحفظيات، وإذا تريد تحفظونها من هسه بعد أحسن، اللي هي هاي الأسئلة وأجوبة عليها، السؤال والجواب والترجمة مقابلهم للي يريد، وبعدها إن شاء الله نتحول على موضوع الساعة.